عاطف سالم مخرج مصري كبير، أثرى السينما المصرية بالعديد من الأفلام الرائعة، ومنها أم العروسة. أم العروسة هي قصة للأديب الكبير عبد الحميد جودة الصحار، قدمها عاطف سالم للسينما ببراعة وواقعية، فجاء الفيلم مليء بالتفاصيل الحياتية لمعظم الأسر المصرية، وناقش قضايا في غاية الأهمية مثل الانفجار السكاني والعوز وعوائق الروتين. قدمت تلك القضايا من خلال حبكة درامية رائعة تحمل الكوميديا والرومانسية والشجن في مزيج يمثل واقع العائلة المصرية. قدم العملاق عماد حمدي في أم العروسة أحد أهم أدواره الفنية، متمرداً على صورته النمطية في عيون المشاهدين، وكون مع الفنانة القديرة تحية كاريوكا ثنائياً فريداً أثر العمل. وكان للمخرج عاطف سالم الفضل الكبير في تقديم هذا الثنائي لقدرته على اكتشاف تلك المساحات والإمكانات في شخصية كل منهما. يعد فيلم أم العروسة من الأعمال المصرية القليلة التي نافست على جوائز الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي لواقعيته وبساطة الطرح، بالرغم من أهمية ما يحمله من رسائل. وأصبح فيلم أم العروسة من كلاسيكيات السينما المصرية وأحد أهم الأفلام في تاريخها.